رجل يقرأ على المرضى بالقرآن والأدعية النبوية، وقبل القراءة يحدد المال الذي سيأخذه من المريض، فما هو رأي سماحتكم في هذا؟ لا بأس بذلك، إذا كان يقرأ ما يتيسر من القرآن يقبلهم بالدعوات ويدعى المريض لا بأس يحدد الأجر الذي له، كما وقع للصحابة في بعض الصحابة مع نذير اللدر، وكانوا نزلوا بهم ولم يضيفوهم، فجاءوا إليه يطلبون من يرقي أن يرقوا هذا المريض، فقالوا إلا بأن تضربوا سهما، فضربوا له شيئا قطعا من غنم ورقوه حتى عافاه الله، وسلموا له نفس الأجرة، وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك.